وبالمناسبة المهندس شريف، يعني المهندس شريف راجل من أفاضل الناس اللي أنا شفتهم في حياتي. صدقوني أنا ما بجاملش في كلامي مع حد، دي طبيعتي على كل حال، لكن هو رجل. وكان ساعتها ساعة لما جه بالخبر السعيد ده كان وزير للبترول، فجي بيقول لي في خبر كويس تحقق كذا كذا كذا. كان ساعتها بقاله سنة معانا، وكنا بنتكلم على إشكاليات بتاعة البوتاجاز وغاز محطات الكهرباء وغاز المصانع، وكانت تحديات كبيرة لم أجد منه. أصل هي الناس متعودة أن بتحترم الناس اللي بتزعق والناس اللي بتقول أي كلام، لكن الناس المحترمة اللي بتعمل في صمت ما بيبقاش ليها حظ. اوعى يكون كده في مصر. لكن أنا بقول له لا، أنت حتى لو إحنا ما قدرناش نقدرك فربنا هيقدرك.